يعتبر مؤرخون معركة أنوال التي كبد خلالها مقاومو مناطق الريف شمال المغرب بزعامة المجاهد محمد بن عبد الكريم الخطابي الجيش الإسباني خسائر فادحة في العتاد والأرواح نقطة تحول فيما يعرف بحرب الريف، حيث قرر جنرالات إسبانيا بدعم من الحكومة والملك استعمال الأسلحة المحظورة والمحرمة دوليا بعد أن اتضح لهم بأن الأسلحة العادية لا تجدي نفعا مع المجاهدين. وفي غشت أغسطس 1921 بدأ الجيش الإسباني المدعم بطائرات فرنسية وألمانية قصفه الجوي على مناطق شاسعة من الريف بقنابل كيماوية ثقيلة. ألمانيا أوجدت القنابل والسموم، فرنسا كانت وسيطا ما بين فرنسا بين إسبانيا وألمانيا، وإسبانيا استعملتها وقصفت المناطق شر القصف. وإضافة إلى الهجومات الجوية التي استمرت لست سنوات وكانت تستهدف المساجد والأسواق وتجمعات المدنيين والحقول، حاصرت بواخر إسبانيا شواطئ الريف، كما استعملت المدفعيات الثقيلة لإرغام المقاومة على الاستسلام. وقد خلفت حرب الريف الكيماوية 10,000 قتيل وآلاف الجرحى والمعطوبين. وبحسب تقارير طبية فلا زالت أعلى نسبة من الإصابات بالسرطان تسجل بمناطق الريف رغم مرور أزيد من 80 سنة على الحرب الكيماوية على هذه المناطق. وباء سرطان هو منتشر بشكل كثيف في شمال المغرب إلى حدود، يعني من قرناه مع الإحصائيات الوطنية، هو يقارب 60%، أو ربما بعض الأمراض السرطانية بحال أمراض الغدة الدرقية تقارب 80% بالمقارنة مع باقي الأرقام المتوفرة على المستوى الوطني. جرائم الجيش الإسباني استمرت حتى بعد استسلام الخطابي في 1926، ففي ثلاثينات القرن الماضي جند الجنرال فرانكو قهرا حوالي 70,000 من سكان الريف للمشاركة في تمرده ضد النظام الشرعي الإسباني، بينهم 10,000 طفل استعمل بعضهم كدروع بشرية، بينما لا زال مصير معظمهم مجهولا. إلى هذه النقاط بعد ذلك، كانت هناك اضطرابات وتمردات ظهرت في بعض مناطق الريف وقمعت هذه بقسوة ودموية من قبل سلطة محمد الخامس آنذاك. هذه الدموية وهذه القسوة بدأت تنفر جزء من الشعب المغربي من حكم السلطان، من حكم الملك. لا، هو هذا الشيء وقع، قمع حركة الريف شيء يعني يكتبوا عنه التاريخ ولا وعشناه نعرفه وتمام معرفه. هؤلاء كانوا مجاهدين ضد الفرنسيين، قمعوا وقتلوا وتم تصفيتهم، مشهدوا لي ضربهم من الملك. أنا متفق معك على شيء واحد، وأنه كانت حركة قمع الريف كانت قاسية وكانت غير متوازنة، وكان يمكن أن يدخل النظام في حديث في 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 حوار مع منطقة الريف ليعرف ما ترغب فيه وما لا ترغب فيه. لم يقع هذا كله، يعني كانت هناك دماء سالس وقبائل وقع فيها، يعني افسكوا بها. كثير من المصادر تشير إلى أن محمد أفقير الذي كلف بعملية القمع هذه قمع الناس بقسوة، وكان يتقرب إلى الحسن الثاني في تلك المرحلة بقتل الثوار بين يديه. إذا أنت فتحت سيرة أفقير ومشروعاته في الاستيلاء على الحكم فهذا حديث آخر يبتدئه. ليس الاستيلاء على الحكم، ولكن أنا أقصد هذه المرحلة الآن. أفقير كان مسلطا على الشعب
من قبل الملك، وكان يمارس على الشعب القمع والقتل، وبدأت قسوة الحسن الثاني وهو ولي العهد تظهر في تلك. ليس هذا في عهد الملك محمد الخامس، حدث هذا في عهد محمد الخامس أثناء التخلص من المتمردين في مناطق الريف. لا، في مناطق الريف تولاها أيضا ولي العهد، ولي أشرف العهد أشرف عليها، أشرف عليها، أشرف عليها. وبدأت قسوة ولي العهد في تلك المرحلة، الحسن الثاني بدأت قسوته وساديته ضد الشعب في هذه المرحلة حينما كان يقتل بعض كبار المتمردين أمامه، ولكن حينما كان أيضا الشعب في الريف يتظاهر ضد الحكومة. من حق الناس أن يتظاهروا إذا كان هناك ظلم؟ لا، هذا لم يكن يقول به حزب الاستقلال. الحسن اسفك، الحسن اسفك، الحسن اسفك، وأنه سكين وصل العظم، شافوها في وجهي، سمعوها من كلامي، وتشبعوا بها من رنة نتاع الصوت ديالي. واش المغاربة رجعوا خفاف؟ رجعتوا دراري؟ وصلنا لهذا الحد؟ وصلنا لاش؟ باش؟ بواسطة إما الأطفال أو الأوباش. الأوباش نظر حسيمة تطوان قصر الكبير، الأوباش العاطلين اللي عايشين بالتهريب وبالسرقة، واستعملوا في مراكش كما هو الشأن عند جميع المشاغبين، استعملوا الدراري الصغار وما الأولين زيدهم في المظاهر. واسدي أنا تنقل لكم ذوك الأوباش راه مشاو للحبس، والدراري خصهم يعرفوا هاد الدراري والطلبة والتلاميذ راه من أجلهم باش غلات المعيشة كذلك. وتنقل للدراري الصغار اللي تيسيروا من الناس لا بقيش يعاودوا يتمزحوا معنا، راه الأمر تعطى باش حتى هما يجري عليهم ما يجري على الكبار. وتنقل للأساتذة راه معروفين أنه ما يقولوا يديروا الإضراب ويخرجوا للزنقة، على أن الأساتذة راه منهم الكثير تضحى، خص الأساتذة يعرفوا أنه في المستقبل غادي يجي عليهم القانون، القانون لهذه مدة وحنا عايشين عليه في الحماية، وأكدوا الاستقلال، وأنه المرويج تاع أكاذيب أو القائم بأعمال من شأنها أنها توقع خلل بالأمن العام راه ما تيتعاملوا أقصى معاملة. تنذكركم تنهضر واحد النهار مع سيدنا الله يرحمه، كان تيقرا الجرائد نتاع المعارضة، قلت له سيدي واش سيدنا خصو يكون منطقي مع نفسو؟ ودابا سيدنا إلا كنت مثلا هابط للمدينة تصلي، شوفوا مساكن، شوف شوف مساكن بوري سيتوت، شوف مساكن، شوف شوف بنادم كيحرموا عليه الرزق ديالو، شوف شوف الرزق ديال المساكن، شوف شوف الرزق ديال المساكن، باغي يوصل شوف الموت الموت. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن